هذا شغلته. يروح مشوار 10 دقائق يرجع يوقف السيارة يجلس في السيارة ساعتين ورا ساعة. كيف الحال؟ أيوه. هذه شغلتك؟ تجلس تطلع ببجي من فورتنايت. يا ببجي يا فورتنايت. شنو هذي؟ لعبة أول شيء شعرت فيها مشوار. شو اللي عندك؟ شو تسوي؟ عشية قهوة. عشية قهوة. ستاربكس؟ لا لا. وين؟ تناشونال كافيه. وبعدين؟ أرجع البيت. بس. بنروح المتحف إذا بتروح معانا. ميوزيم. لا الكمبيوتر الميوزيوم متحف الكمبيوتر متحف تقلب بروح انا وعلي ورائد. لا والله ما عندي انا برجع البيت عندي نقله. وين؟ بنقل انا والله؟ ايه وين؟ قبل ياوس يلا الله يسعدك تبي مساعده شيء؟ لا ابد متى اخذته خلاص؟ شيء سكن في سكن خدته يعني ولا 17 بعد يومين بروح اخذه داخل تحت. بس انا حاليا قاعد ارتب عشان اطلع من هنا بدري بدري. كم شيء ابد سالفه والله كثير. شكرا على خير. المهم السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. ما ادري شيء انا مع علي، فقررنا ان نروح متحف عندنا، بس ما بمتحف المنطقه، في متحف المنطقة في ديناصورات، في أشياء يعني مكتشفينها في نفس المنطقة. سويت له فيديوهات من قبل قبل 3 سنوات وكل شيء في نفس المتحف. وبرضه المتحف اللي بروحه هي متحف الكمبيوتر، بما أنه أكثر الأشخاص الموجودين هنا يحبون التكنولوجيا وكل شيء، بنروح لكم متحف كمبيوتر. هم كاتبين علينا لحق الأمريكان يعني لحق الاختراعات اللي في أمريكا هنا، فبنروح نشوف كمبيوترات بداية تأسيسها، مو بس كمبيوترات برضه أشياء التقنية اللي تأسست من بداية يعني قبل 30 سنة 40 سنة أو أكثر، والحرب العالمية تقريبا بعد، كيف الشفرات، كيف يفكون الشفرات، كيف يتواصلون مع بعض. ففي أشياء كثيرة، في أبل 1 كمبيوتر، أول كمبيوتر سوته أبل، في صور لحق ستيف جوبز مع ستيف ووزنياك اللي هو الأسس شركة أبل، وأشياء كثيرة قصص. فخلوكم معنا تشوفون الفيديو كامل او الفلو كامل. بروح الحين الكافي ستاربكس، اني مو عاد رائد ما يدري وين بروح الحين، كنا بنجلس في ستاربكس، ف بروح اخذ من ستاربكس وروح المتحف بعدين نرجع نجلس في ستاربكس. ف اللي يتذكر رائد اول ما جيت انقل الشقه هنا هو الشخص اللي ساعدني ونقلنا الشقه. طب اروح هنا اخذ رائد انا وعلي اخوي وروح المتحف، فخلكم معنا. تفضل يا القديم. الله يزيدك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب شلون عنك؟ تمام الحمد لله. شلون كيف دنياك؟ والله ابد والله من زمان عنك. والله زمان صح. كيف ايام المستشفيات المعيده؟ والله ماشي الحال تمام. هو دحين ماشيين على الشهر، لسه شهر ما جات حق اسبوعين. حلو عارف لسه شغالين. والله تمشي الحمد لله. ماشي الحال. لا الحمد لله كله تمام التمام. انت كيف؟ حلوه الحركه، حركه المدنيه عجيب. ما اتوقع رام، ما ادري والله ترى حقيقيه، ترى هي حقيقيه. Is this memory? It's just a keychain. I know, but is it real? Or? Is it functional? It was real, yeah. Okay. I don't think it functions anymore. Okay, okay, but yeah, they were made from recycled parts. Yeah, I see. مش انا. اوه فلابي. اي فلابي الا بس احجام اللي ميجا واحده قبل 200. هذا مره قديم ذا. والله مره قديم. هذا فلوبي ديسك تقول لك؟ ايه هذا الفلابي قبل الفلابي. قبل الفلوبي. هذا ممكن صورة بس جودة جدا رديئة على ذيك الفترة. جدا على ذيك الفترة. الحين تقريبا من 1 ميجا ل 5 ميجا شيء كذا تقريبا حاجة زي كذا. والله يبغونه 165 درهم. اي ذا شفته والله جدا ذا مكس ثيرابي ذا
تبي هذا ال... والله حلو هاي يوه هاي تخصصنا هذا يا خوي الميكانيكال شوف تبي تسوي لك بانكيك على الكيبورد هذا الحق الجيمر حق الكيبورد شوف ركز بانكيك تبي تمص تمص شمس ايش هذا كواكب ونجوم تبي تمص الارض والله مجانين هذول كيف هذه والله مجانين كبكات شو اسمه العالم في القمر قمر ما طلع المون لا تضحكوا على هذا صح يا رب الصحن زي كذا ترى احنا ما بدخلنا ها بس نشوف ده بس تجي تطلع تجي تطلع تشترك شو طالع اها يا طيب راحه قديمه راحه فتيه اوه حلو والله الحق فلاش تقلب فلاش زي كانه بجوره او شيء زي كذا يا شيء جميل والله بعضهم يحطون كاسات هذا اللي حضرون الجنبه في فيلم مرعب زي كذا هذا بعد حسب يا ويجي بورد يا سلام شو الملفات دي اللي قبل شوي الارقام هذا الكودينج ال 1101 يا اكرهها يا شيخ والله اكرهها شوف فجعت انه مرد انا شفته ذكي يا فجعت اكرهها جاي مستعد ترجم اكرهها يا الله افتكرها في سي بروجرام يا الله هذا الحين بدينا يعتبر تبدا من الدميس هذا اللغه ديلي هذا الرموز ولا ما ادري يمكن هذا الاربعه ولا شوف بشوف في الايماد بس ما افتكر شفت في الام عندك شوف هنا اوميجا يا معروفه هذا رمز اخذناه برضه معروفة. في الايماد راح تاخذه ان شاء الله وهذا برضه معروفه تشاي ما ادري يسموها كاي يسموها والفاي معروفه والفاي معروفه برضه تاو معروفه برضه قاما كيف كذا بس قاما والله العظيم هذا ال يا ستوري اوف ليترز في واحد مشخبط زين الفا اوميجا دلتا ما يحطونهم يا من جد دلتا فعلا على ذاك الوقت هذا روماني الالفابت ايه يا حبيبي جالسين احنا حق هذا قوم سيجما سيجما ايش بالضبط كذا شكلها ولا شكلها زي كذا هذا الباب هاي هذا الباب ما شكله والله الباب حق الشكل ايوه الباب زي كذا ايه بسم الله انا قلت قديم ولا ايش لا تفتر ذي طابعه قديمه دي يا اي والله طابع جميل والله انت يا شوف كيف والله مره مشوار هذا شوفهم تحت هذا يطبعون اي طريقه كيف ركب وهذا يده يفتر لدي يو طبع كانت مشوار والله مره تعب هذا انك لايك تسلا لا شو اسم اللي بعد من فكرة الكهرب اللمبة هذا التلفون لذلك أول إيه أديسون هذا صح الحرامي واحد يرد عليك ويشبكون خط أي بيت ركب صح والله هي نفسه بيت الخواجة بيت مصطفى هذا بعدين تطور حق التلفون ما مرة جيت هنا؟ ما أدري عنه يا راشد مكان ده والله ولا أدري عنه هذا الكمبيوترات كان عندنا اول هذا مو قيد هذا ايشنا بس اللي فوق هذا لا اللي فوق ده في الثمانينات يمكن زين هذا وشو 1900 هذا وشو 1905 اللي هو وينه هذا ما ادري هذا كنا تكبس الصوت عشان ايه وتكلم طلقه هذا شوف الكمبيوترات كيف يا يقول لك غرفه كامله هذا ايش I used to use my top notes.
كمبيوتر بس ما ادري شو ميكانيزم اول جست كمبيوتر كمبيوتر كيف كذا كيف كمبيوتر زي كذا يا اخو هذا ايش يساوي سبحان الله ما ادري في شمس في علامات ايه نعرف كيف وفي قمر انا خبري اقدم كمبيوتر كان هذا اللي بالاوراق اللي فيه حفر اللي تحط له تحط معاه ورقه كانه حفر وتحطها داخل بعد يطلعها لك بورقة ثانية نفس الشيء فيه حفر بس كاتبين الحل فوق. أوكي آسف يعني قاعد أسوي إخراج المقطع طلع حجمه كبير طويل فلازم أجزأه. هذا الجزء الأول وقفته الحين بخليه 4 أجزاء. فالجزء الأول هذا خلصت بكرة إن شاء الله نزل معاكم الجزء الثاني بعدين الثالث بعدين الرابع ونخلص كل الفيديو. ما توقعت إنه بيكون كذا قلت يمكن 20 دقيقة. أوكي بنزل كامل عادي لكن وصل 50 فلازم أجهز معاكم. فهذا الفيديو خلص انتظروني في الجزء الثاني. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون من فضل دعاكم والسلام عليكم.